نستقبلوا مع بعضنا فنانة. لا ما هيش فنانة. حسب رأيك باش تكشف عليك حقائق باش تعرفك معناتها نستقبلوا رحمة. رحمونا. مرحبا مرحبا مرحبا. عسلامة رحمة. شنو أحوالك؟ مرحبا بيك. عايشك. إجا حذا إجا حذا. مرحبا بيك رحمة. مرحبا بيك للا. عايشك. أيوة السيد هذا فقدمه لنا قدمه لنا. بنتي رحمة. بنته رحمة. أقرب لي شوية رحمة. أنت اسمك رحمة خاطرك بالنسبة ليه رحمة في الدنيا. جيتوا رحمة للدنيا. جيتوا رحمة للدنيا خاطر بعد طول انتظار. بعد طول انتظار رحمة في الدنيا. أي أنت طفلة كبيرة العم صالح. مدلة ولا مش مدلة؟ الكلنا مدلين. الكل مدلين. كلنا مدلين. مدللكم عم صالح. أحكي لي توا في الدار في الدنيا كيفاش شنو هكا عامل جو ولا نرفوزي كما نوع كيما لبس العربي يتقلب ولا كيفاش حياته؟ والله بابا كيما ناس بكري. معناها كيما نقولوا احنا ربينا على القيم مبادئ حياته الفنيه هذيك. بالنسبه لي هو دون تاتش ني فن ني ريان دو تو. هذيك ما نحكيوش فيه لحن الموضوع هذا ونجدوش عليه. فوالا هو في الدار الوالد ربي يفضله. لازمنا نقراو على رواحنا نعملوا مستقبلنا. مرينا بظروف صعيبه. كما نقولوا احنا عشنا في مستوى اللي مش كنا نعيشه ما خير بحكم بابا فنان مبدع. مي احنا تظلمنا معناها كما نقولوا احنا دفنوا بابا بالحياة ودفنوا نحن معاه. صحيح. جات فترة صعيبة معناتها كيفاش كان صعيبة برشا. احنا نقدم تحية للوالدة نتاعي ماما معناها هي اللي كانت تشجعنا وتقولنا ما يسالش ابوكم ونصبروا وتو ربي يفرج علينا وتو تتحل امورنا تو فهمت باش نجمنا نكافحوا ونقراوا فهمت. تو عم صالح كان صعيب وكان ليه مش صعيب معناها كان يحبك برشا انت وخواتك يحبك على الاخر اما صعيب عنده صعب الكلاسيك تو الكلنا تو تعنيس بكري انت تعنيس بكري تو راهو في عمر فوق ال40 معناتها كلينا ترايح وسقيك وبالفلقه واعمل يديك هكا معناتها ذوكم الكل لا ما كناش ناكلوا تريحه على العمله كنا ناكلوا على الكذبه على الكذبه لازم تكون قد العمله اللي عملتها. عملتها سي عملتها ما ناكلش تريحه. اما انت كنت قريبت له برشا كان كي كنا نحكيو برشا معني نسمع بابا برشا انا كنت نقعد معاه نسمع كان كي يقلق يحطك تحت الكابوت ويخرجك معاه. صغيره صغيره يحطني تحت كابوت ونخرجوا. اي تسمعوا تحكي معاه احكي لي. نسمعوا انا بابا وقت اللي بريود معناها بابا معناها كيما نقولوا احنا غيبوه على الساحه ما عادش موجود جمله في الساحه كنت انا المغرومه به. كنت انا نحط كاسيتات بابا نسمعوا نجبد الاقجار نجبد شويه غنيات نكتبهم وريهم لصاحباتي. صحيح كنت تسرق كلمات الاغاني وتقراهم لصاحباتك في المكتب. خاطر كانوا قبل نقول لهم تعرفوا بابا شكون معناها اي كيما اي صغير معناها نقول لهم بابا راهو صالح الفرزيت يقولوا لي شكون صالح الفرزيت؟ قولوا كيفاش ما تعرفوهش؟ نولي نقدم في اعذار معناها راهو اللي غني ارضى علينا يا لميمه راهو ذاك اللي غني في قالوا لي روح البراني. احكي لي عم صالح. شو نحكي لك؟ بناتي كلهم نحبهم. وانا عايش لهم اليوم هما نخدم عليهم هما. ان شاء الله ربي ربي فضلك لينا وليهم. عايش يعطيهم الوقت الطيب ويعطيهم الذريه الصالحه. يعطيهم الوقت الطيب. ليهم ولأمة سيدنا محمد. نعرفه توا عم صالح سنين عنده يصلي وكذا لكن مش نحكيه حكايه. كان كيما برشا فنانين يشرب على الكيف. وانت عمرك 3 سنين صارت له حكايه قلبت له حياته. سبحان ربي كي يحب يعمل حكايات. انت عطشانه لقيت كاس فوق الطاوله هزيته باش تشرب. دخل صح عليك قالك فاش تعمل قلت له بابا عطشانه ونحب نشرب. كمل لي الحكايه. يا اخي هو قعد بينه وبين روحه قال معناها انا كان نوصل معناها عندي ربي عطاني بنات باش نكبرهم بناي انا وقتها انا الاولى. باش نربيها ونكبرها سي كان شافتني معناها عمرها 3 سنين على في سيت رياكسيون كي تكبر
تولي كبيره ومازال بوها يشرب، شنو تنجم تعمل؟ شنو باش ننتظر منها؟ ومن وقتها بدل بابا بدل حياته على خاطرنا نحن، بطل الشراب وبطل. انا من اللي حليت عيني للدين نعرف بابا يصلي ليومنا هذا، معناه ديجا نحسد ونكون مصاب نولي نصلي كيف مراتي حتى صليت. هذيك اللقطة اللي خليتك تبطل الشرب، سبحان ربي، شد الكاس ناخذ لها شد الكاس تقول عليك ضربتني بسكينة. هي تخايدوا ماء، هي ما تعرفش صغيرة، اي باش تشرب حاجة سائلة. خليت أنا الكاس والماكلة ومشيت للكوجينة، ما عرفتش شنو نجيب في الماء ولا شنو، نسيت شنو بجيب، رجعت نلقاها عاملة الكاس حطته في فمها. رحمة رحمة، قلت يا ولدي أنا بابيت أنا خاطر نخدم بيني بين. طيشت وعيطت للمدام قلت لها هز الكل حشاك طيش الكل. قالت لي الماك، قلت لها الكل، برا صب برا سخن بانو ماء. صبيت السلم هنا قلت الله اكبر ان شاء الله لين نموت. حكايه وفات. خذيت وقتي. عملت البلان سي. لا والله لا لا ما عملت البلان. ربي يهديك. لا. انت تبرر روحك ربي يهديك اما به. رحمه باش نقفلوا هاللقاء الحلو. غني لنا رضى علينا يا عم صالح، رضى علينا، اعطيني اعطيني صوتك. ما نعرفش نغني. ما تعرفش تغني، نعرف ويزمك تقول ما نعرفش سينو يتغشش عليك. قبل كنا ديما نختصر حياتنا في موال ارضى علينا يا لميمه. باهي سمعني. اسمح سبب ما حنتي جات بالغيث ومن سابقه يكرهوني، قراو عليا المعارف، قراو عليا المعارف، وبالأحياء دفنوني دفنوني. ايجا رحميج، اقعد اقعد اقعد. دونك حبينا لك هكا كادو، نفرحوا بيك باش تولي قداش انت بو، هما يحبوك برشا. ربي يعيشك يعيشك. تعديت فتره صعيبه الحمد لله يا ربي، توا معناتها خير شويه رحمه توا. خير توا مثلا انا نشوف الناس تستغرب كونه بابا كيفاش يهاجم في فلان وفلان وش بيه يحكي على فلان وفلتين. العوده من الموت تعمل اكثر من هكا. انسان كي يكون معناه كيما انا نحس بابا تظلم وقت اللي في اوج العطاء نتاعو كانت غنيته تتحط في دوسيات ونخبيوهم ونغزرونهم ونمسحوهم من الغبره ونعاودوا نرجعوا نخبيوهم. معناها ليزي هو تظلم، معناها كان قراي برشا حب يوصل حاجه كبيره لكن الظروف قصات عليه وبطل قرايته، يزيد يدخل في دومين الفن وزيد ما يلقاش ما يلقاش حظه، ما يلقاش بلاصته، ما يلقاش يلقى عبيد عملت اسم من غير من غير من غير ابداع. بابا معناه كيما نقولوا احنا بالنسبه لي انا بابا افون تو بابا اللي عرف يربينا، اللي سايب الدنيا كل على خاطرنا، الباقي كله يهون. بابا كي يشوفنا اليوم ملمومين بيه بالنسبه لي الدنيا كلها.